راحوا من المكتب مريسة على أساس بابش يمشي لها يا أخي، هي ما تخالفوا في اثنين وراه كوش بغزالة لهنا. زوزها من غاديك، زوزها من هنا الفمك، وقال قاعدين غاديك أختي تتحكى قاعدين غاديك، كي هو نزل عليها تك نزل عليها بك الموس تكا غاديك عيطت والكاكس متعدي من غادي كفت لهنا مو يراها مقابلين بعض، راه قال شبيك شبيك دز على الحيط وخرج هكيك ومشى يجري هك، خرج من غاديك ومشى يجري خلطوا راه بالطبيعة ما عند عطاهم فكوا أختي وكهو وشابوا الحانوت. هي أنا مروحة نمشي نحس مرات حتى حد منا وهي بنية فيها بيت متاع دروج بنية ديكا فيها بيت متاع دروج، يوم أني نمشي طالع هكا وشديد كان حد شدني من تاني من تاني حد يشدها بدها جبدان البيت مشي جبت البيت الدروج، هي صاحة تروح طلع الموس في كرومتها هكا كانت هي تفارع بيدها وكل كي يشد عليها هو هكا زلطت هي من يديه هبطت من يدي، هي خشينة وهو خشين من يجوى يده هبطت من يدي تحت فلطة وتضرب فيه بساقيها وصوتي كي والناس فزعوا منها ومش تهربوا خبش هكا في وجهها وحط لها كما في رقبتها جراحة. أنا من سنس نجيبها من كل بقايلة نمشي نجيبها ماضي ساعة، خرجت من حانوتي على أساس مش نمشي نجيبها، خرجت بالوطار بالدرج قلت بلا منسالش تو نخلط عليها الطريق معناها تعرضني وفي الوقت وقت سليم انا فهمتني يا اخي مشيت ما لقيتهاش، وهي ما سالتش كيما ما لقاهاش جيني للحانوت خليت قلت له عمها وخويا راهي برا نمشيو نصليو من بعد تو نقاب الدار نروح انا وياه نفطر وما قلقنيش يا اخي، مشيت صليت واحد وانا مروح ونشوف كان الدنيا داخله بعضها وواحد جاني واحد يقرب لي من فمي قال لي راهو الحكايه بنتك راهم شدوها في البلاصه الفلانيه ولا شنو جيت نشوف فيها نلقاها مضروبة هكاك، ومشيت ديريكت مشيت للمركز الشرطة قدمت شكاية وواحد وشافوها هي عطات له وشافوا فما شاهد زاد معانا اللي مشى وشد وقال راهو ريت وريت الحكاية صارت هي متعدية وهو قدامه عايط لها شدها معناها هكايا، وبعديك كي بدات تصيح وتعاد سمع الجار والحس جيس كي لقى الحسة كيكة برشا وواحد وهي تخبط بحيط الروح معدتك هبطت الجار خلاها وقال اسكت اسكت ومشيت او يزق لها حسة بدها لها موس وفي باله مش يضرى انا مش يضرى فيها يا اخي كي حكاية معناها مربوط حكاية في درج ولا يوم في درج ولا اكثر شوية هيك هاو خلاص هبطت الجار من غاديك يا اخي كي راهو راهو الناس وبدات النساء تلم من الجيران ملكي وهرب خلاص علينا التاكسيس جابها هي كي صاحب جابها للحانوت حانوتي وهي مفجوعة وواحد بالضبط وانا خلطت لقيتها مفجوعة بنتي والحمد لله كي هي بنتي لاباس وذيك الفايدة.